المثيل لا يلين في النزال، يا مدافعا بالعزم صلبا كالجبال، علموا الأعداء درسا في فن القتال، أيها الفرسان قد قهرتم المحال، درعك المثيل لا يلين في النزال، يا مدافعا بالعزم صلبا كالجبال، علموا الأعداء درسا في فن القتال، أيها الفرسان قد قهرتم المحال، نحن لسنا معتدين جئنا للدفاع عن حق المستضعفين في كل البقاع، نحن دوما جاهدون ما دام الصراع بين حق مستحق في وجه الضلال، درعك المتين لا 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 يلين، رافع الجبين زائر الخصال، لا 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 تطور التنين. من هناك؟ سام، أنت جدير فعلا بسمعتك، فأنت محارب قوي جدا. حتى إن كنت تعرفني من غير اللائق ألا تقول مرحبا. كل هذا بسبب مهمتي، أرجوك سامحني. مهمتك؟ من أنت؟ تطور صبري السلحفاة. ذلك الرمز. أخبرني، هل أنت من أحد فرسان المدرعات؟ هذا الفارس الذي يحافظ على حياة السلاحف، أدعى صبري، لقد وصلتني رسالة استغاثة من لجنة المدرعات التي أعمل لديها الآن. اسمي جنان. أهلا جنان. جنان وتحدياتها. مهمتي أن أصطحب جنان إلى قرية التحدي بأمان. إن قرية التحدي تشكل الآن أقوى جبهة مقاومة ضد جيش الظلام. القرويون ينتظرون حضور جنان إليهم بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل أن تساعدهم. بالطبع، وجود عضو من لجنة المدرعات سيمنحهم القوة. أيمكن أن توضح أكثر؟ حسنا، إنهم من أعضاء لجنة المدرعات، آليات مهمة تتخذ القرارات بشأن سياسة واقتصاد عالم المدرعات. ولكن يا أصدقائي، المدرع شرار يهز العالم حاليا. العديد من أعضاء لجنة المدرعات يقاومون المدرع شرار، كجمال والد جنان، لقد كان واحدا منهم. كان؟ هل تعني أنه قتل؟ قبل حوالي شهر لقد قتله قاتل مأجور من قبل شرار. آه. آه. المدرع شرار يلاحقها أيضا، إنه يخطط لقتل كل عضو من لجنة المدرعات يقف في طريقه. أبدا، لن أسمح بأن يحدث هذا. هل أعجبتك هذه الجولة؟ أجل، ليست سيئة. لا تقلقي أبدا، فنحن سوف نعمل على حمايتك. نكاد نصل جبل المعدن، لذا كف عن الثرثرة. حسنا، لا بأس إذا. يجب أن نعبر عبر جبل المعدن حتى نصل إلى قرية التحدي. لقد استولى حجير عليها، إنه يعمل لحساب المدرع شرار،
هناك 3 مراكز تفتيش على الطريق. ألا يوجد هناك طريق آخر؟ ما رأيكم في السير حول الجبل؟ الجبل محاط بالمستنقعات ولا يمكننا ذلك. سنطير فوق الجبل. أنت محق، الطيران فوق الجبل أمر سهل. ثمة مطبات كثيرة فوق جبل المعدن، وقد نصطدم بأي شيء بسهولة. يجب علينا أن نقاتل العدو إن صادفناه إذن. لا يمكن أن يسوء الأمر أكثر. ولهذا السبب فأنا أطلب المساعدة منك يا زان. التالي، تقدم. حاضر. إلى أين ستذهب؟ إلى قرية زيوت. لماذا؟ دون سبب، أذهب حيث تقودني الطريق. أقد، خذوه إذن. حاضر. ولكن ماذا فعلت؟ اتركوني، اتركوني. أصغوا إلي جيدا، جبل المعدن لي أنا الآن. كل من يبدو مشكوكا بأمره أو يقاوم جيش الظلام سيسجن، هل فهمتم؟ لا تصدر صوتا يا زان. مفهوم. جنان، يجب أن تختبئي أيضا. حسنا جنان، أجبيني. لن أفعل. ماذا؟ لن أذهب، أريد العودة إلى البيت. جنان، مهلا، ماذا تفعلين؟ ستفسدين خططنا. اهدئي. التالي. لقد حان دورنا، تحركوا. لن أذهب، أريد العودة إلى البيت. ماذا تنتظرون؟ بسرعة. نعم، قادمون. وجهتكم وسبب السفر؟ سأذهب إلى القرية على الجانب الآخر من الجبل لأن حفيدتي مريضة. حفيدتك؟ نعم، ومن فضلك أريد أن أريها جبل المعدن الذي يملكه السيد حجير. تشبه أحدا أعرفه. لدينا معلومات أن عضوة لجنة المدرعات جنان وفارس المدرعات صبري سيعبران هذا الجبل. أنت هناك، اظهري، دعيني أرى وجهك الآن. المذكرة الاثنين، وهذه مجموعة من 5 أشخاص. لا أعتقد أنهم المطلوبون سيدي. هل تظن أنني لا أعرف هذا؟ امضوا في طريقكم. شكرا. شكرا. هيا، هذا يكفي، إنها لطيفة. لقد خافت بسبب جيش الظلام فقط، أليس كذلك؟ ها؟ أن أكون عضوة في لجنة المدرعات، لست قوية كفاية. جنان، مهلا، أين ستذهبين؟ ماذا سيدي؟ هل قلت سهم وجماعته؟ لدينا معلومات تشير إلى أن فرسان المدرعات وصبري يسافرون معا. هذا يعني بأن جنان لم تعد تسافر برفقة صبري فقط. هذا صحيح. سيدي أنا آسف، لقد خدعوني. حجير، جدهم. حاضر. جدهم مهما كلفك الأمر. هيا. بسمة كلمة ورسمة. يا بسمة. البرنامج التالي. جنان، جنان، هل أنت بخير؟
هذا أمر لا يخصك، اتركني وشأني. مهلا، ستذهبين إلى قرية التحدي وستكونين ضمن اللجنة وتمنحين الجميع القوة. أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أكون ضمن لجنة المدرعات، كلا. لن أكون بنفس مهارة أبي، لم أرغب في الانضمام إلى اللجنة، أنا فقط معهم لأن والدي كان في اللجنة. ليس لدي قوة أشاركها مع أي أحد. أعضاء لجنة المدرعات لديهم السلطة العليا في تشريع القوانين وتنفيذها وحكم عالم المدرعات. هذه الوظيفة متوارثة جيلا بعد جيل وليس أنا. هذا ما حصل بالضبط مع فرسان المدرعات حين حصلوا على ميزة التطور. أعتقد هذا. يمكنك فعل ذلك، يمكنك القيام بعمل جيد. تشعر جنان بعبء ثقيل، مسؤولية كونها ضمن لجنة المدرعات ترهقها. نعم، لا بد أنها تعاني من صدمة نتيجة موت والدها على الأغلب. يا له من عذر سخيف، القرويون في قرية التحدي ينتظرون قدوم جنان لمساعدتهم. لا تقلقوا، ستكون جنان عضوة جيدة في لجنة المدرعات. ولكن كيف يمكنك التأكد من هذا يا سهم؟ لأنني أثق بها، هذا كل شيء. ذلك، فأنا فتاة عادية، لا أستطيع الانضمام للجنة المدرعات التي تحارب جيش الشر والظلام. جنان، أسرعوا أيها الكسالى. إنه جيش حجير. سهم، فرسان المدرعات وعضوة اللجنة سيصلون إلى نقطة التفتيش الثانية ويجب أن نسبقهم. حاضر. لقد كشفنا يا سهم، إنهم يعرفون أننا نعمل مع صبري. ماذا سنفعل؟ هل نعبر مركز التفتيش الثاني إذن؟ ليس لدينا خيار آخر سوى هذا. لا، سنجد العدو ينتظرنا هناك، يجب أن نبتعد عن المعارك لحماية جنان. لكن دعونا ننقسم إلى مجموعتين، إنها مجازفة لكن لا خيار آخر. لما استغرقوا كل هذا الوقت؟ لما لم يصلوا بعد؟ ترى هل سيأخذون طريقا آخر؟ اتصل بدورية المراقبة وأخبرهم بالبحث عن فرسان المدرعات وعضوة اللجنة جنان. حاضر. وأنتم الحقوا بي، هيا هيا. ميم علينا عبور هذه الطريق، لا أرى شيئا أبدا. نعم، فالأشجار تفسد زينة الجميلة. أسكتا، هذا الطريق الوحيد الذي يمكننا من عبور مركز التفتيش الثاني دون قتال. فلنتابع، ليس لدينا خيار آخر. ميم علي الأصلاب. أصمدي أكثر. نعم جنان، أنت عضوة في لجنة المدرعات، يمكنك التغلب على كل هذا. أنا بيبو، ماذا تفعلون هنا؟ هنا؟ كنا نسير عبر الجبال وتهنا. ماذا؟ تهتم؟ إنك تشبه فارس المدرعات سهم كثيرا، أليس كذلك؟ ها؟ قل. ماذا؟ أنا؟ مستحيل. يجب أن نعتقل أي شخص يشتبه بأمره، هذه أوامر حجير. إنها غلطتك. إنها غلطتك، إنك تشبه ذلك الفارس وهذا يحدث بينما ذهبنا. ربما ليسوا المطلوبين، دعنا نذهب. اضطررت لفعل هذا. أنت بخير؟ لا تقلقا،
ألم كهذا يختفي بسرعة. سهم، لما تفعل كل هذا من أجلي؟ والدك السيد جمال كانت له عينان تتمتعان بنظرة ثاقبة. كان واثقا من نفسه ومحرضا دائما على القتال ضد جيش الظلام، وقد حثني على ذلك أنا أيضا. أنا أعلم أنك ستكونين عضوة جيدة في لجنة المدرعات، ومقابل أن يحدث هذا بعض الألم لا يعني شيئا. 3 حراس فقط، لابد أن بقية الجنود قد تفرقوا بحثا عنا. لدينا فرصة جيدة، هيا بنا لنحاول الآن. مهلا، ماذا عن الآخرين؟ لا عليك جنان، سيعثرون علينا. سأذهب أنا أولا. ولكن يا سهم أنت مصاب. اطمئن، أنا بخير. الطلقة الثلاثية. جنان الآن. حسنا، لن تهربي. من أين أتيت؟ جنان، تطور حجير. لسعة مني تكفي لقتل عضوة اللجنة تلك. توقف، لا تفعل. سأقضي عليك أنت أيضا لأنك أثرت الفوضى في جبلي. تظن أنك قوي؟ هيا إلزعني. جنان، تأكد حتى إن ميت اليوم فلن تموت قوة لجنة المدرعات. سنهزمك يوما ما مهما طال الزمن. إن كان هذا ما تريدينه فلا بأس. خذي مدفوع النمر. نار سمر. خذ. لا، سهم، أنا وقت التطور. تطور النمر. تطور الألقاء. تطور التنين. تطور صبري. أنتم القريبون أصغوا جيدا، أنتم البعيدون انظروا بتمعن. أنا فارس التنين الذي يحمي السلام، سهم. فارس النمر الذي يحمي العدل، برق. رأي العنقاء. أدعى سمير. وأنا شقيقته الصغرى سمر. حارس السلاحف المدرع صبري. نقاتل من أجل السلام والعدل، نحن فرقاء المدرعات. ما الذي تنتظرونه؟ أطلق النار. مدفعوا السلحفاة. صبري، لن أسامحك. مدفع اللسعات. الكرة الملتهبة. ركزوا الآن. حسنا. القوة المطلقة الثلاثي سيف اليسر. انتصرنا. نعم. جدي، أنا سعيدة لأنكم جميعا بخير. أهلا بك جنان. عضوة اللجنة، إنها جنان. لقد وصلت أخيرا، انظروا. أهلا بك جنان، نورت المدينة. جنان، تتقاتلين معنا صحيح؟ نعم، سنقاتل معا حتى نهزم جيش الظلام يوما ما. أهلا بك. شكرا جزيلا، لا أعرف ماذا أقول لكم.
لا تقلق، نحن فرسان المدرعات وهذا واجبنا. صبري، إلى أين ستذهب الآن؟ أخبرنا. لما لا تأتي معنا إلى مدينة الظلام؟ لا أستطيع، يجب أن أحمي عضوا آخر من لجنة المدرعات، هذه مهمتي، لا أستطيع ذلك. لا بأس، إننا نتطلع إلى لقائك مجددا صبري. وأنا أيضا. درعك المتين لا يلين في النزال، يا مدرعا بالعزم صمدا كالجبال، علموا الأعداء درسا في فن القتال، أيها الفرسان قد قهرتم المحال. درعك المتين لا يلين في النزال، يا مدرعا بالعزم صمدا كالجبال، علموا الأعداء درسا في فن القتال، أيها الفرسان قد قهرتم المحال. نحن لسنا معتدين، جئنا للدفاع عن حق المستضعفين في كل البقاع، نحن دوما جاهزون ما دام الصراع بين حق مستحق في وجه الضلال. درعك المتين لا 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 يلين، رافع الجبين سائر الخصال. لا 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 Ah! 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 Ah!